آیات سکینہ قرآن پاک کی چند مقدس آیات سکون قلب کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ہر وقت بے سکونی اور پریشانی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے ان آیات کو سوتے وقت روزانہ ایک مرتبہ یا سننے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور محبت کے ساتھ لائک بھی فرما دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی بھائیاں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیهم ان آية ملکی ان یأتیكم التابوت فی سکینة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية
سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
صدقت